السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتابعين ومتابعات القناة الأعزاء الغاليين على قلبي، شكرا أحباب قلبي. الله يا ربي يغسل لكم ديتكم الجنة ويعطيكم الجنة ونعيمها، وإن شاء الله يا ربي يجعل لكم هذا الخير اللي تديروا معايا في ميزان حسناتكم. شكرا أحباب قلبي. المهم أخوتي، ندخلوا في الموضوع تاع نهار اليوم. لا فيديو اللي حطات سمسمة المفاجأة تاع أختها، بغات تاخذ ليها جلابة تاع سماسم. المهم شفنا سمسمة شادة التليفون تتصور، قالت لكم انا راني اليوم دايره سماسم واحد المفاجأة، غادي ناخذ ليها جلابة. شفناها شادة التاكسي وتتورينا بطبيعة الحال الخاتم اخوتي تاع راس النمر. اجي اخوتي، اجي مبروك عليك السمسمة. وتتورينا كذلك اخوتي الدبيليج تاعو يا اخوتي، اجي تبارك الله عليك اخوتي، راه داك الشيء زعما ما عندي ما نقول، تلبسيهم بالصحة والسلامة. المهم اخوتي، هي غادا في التاكسي وتتقول لمول التاكسي انا ما عرفتش البلاصة فين غادا، هذاك البلاصه ما عتليش عقلت عليها، تيقول لها موتاكسي فين كان، ما عرفتش ما عرفتش. فهمتوني اخوتي، وانتم غادي نقول لكم على السمسمه قالت هذا الموضوع هذا، راه ما عرفتش البلاصه في زعما فين الغاده، فين كاين المحل تاع الجلالب. المهم وصلت لقات اختها سماسم تتسناها، اختها سماسم كذلك حتى هي حطات فيديو في القناه ديالها وهي خارجه من الدار ديالها، وقالت لكم انني غاده حيت عيطت لي اختي دايره لي واحد المفاجاه. المهم فاش تلاقات سمسمه مع سماسم قالت ليها سماسم اشنو نوع تاع المفاجاه، او هي تقول ليها سمسمه ولا وجهك صحيح ما عرفتيش جلابه، زعما هي سماسم بغات دير لها داك العنصر نتاع المفاجأة، زعما راني ما عرفتش ولكن مع سمسمة ما تعرفش الكذوب وعندها الحقيقة في الدقيقة. المهم قالت لها جلابة، والمفاجأة اخوتي اللي كانت لينا حنا والصدمة تاع المتتبعين، هما راه جالسين تيهضروا حدا المحل تاع الجلالب. المهم دخلوا للمحل سمسمة وسماسم، قيست سماسم الجلابه الاولى الصفراء ما عجبتهاش، قالت لها لا الصفراء عليا، وخرجتها قدها. المهم ما عجباتهاش، الناس كل واحد والذوق ديالو، انا صراحه ما عجبتنيش نكذب عليكم. اولا بعدا سمسم اجي رفقوعه منك، هنا قالوا لك المتتبع رجع هذيك الجلابه وما سولتينيش واش زوينه ولا لا. انا كاع ما شفت هذيك الجلابه، قولي لي بعدا ها شاوريني، عندي تبارك الله واحد الذوق في الجلال ما نقولكش، صلى على النبي عليا. المهم اخوتي، سماسم مسكينة مع الدازار في جلال في هذاك المحل، الجلابة اللي قيست ما تجي قدها، الجلابة اللي قيست ما تجي قدها. شكون الاخر اللي خاد جلابة؟ سمسمة، سمسمة اللي كانت جايبة تاخد جلابة لختها. ايه اخوتي. المهم مولات المحل وهي تتوري لسماسم جلالب، جبدت واحد الجلابة هذه اللي لابسه سمسمة، قالت لها يلاه جاتنا اليوم. وعينين سمسمة خرجوا على ديك الجلابة، قالت ليها زوينة عجبتني، قيستها قالت لكم جات قدها. سمسمة نقول لك الحقيقة، وانا راه تبارك الله عليا، شوفي راه عندي واحد الذوق رفيع في الجلالب، زعما كون كنت نوريكم جلالب ما نقول لكمش. كلكم غديروا بحالي. المهم انا ما عجبتنيش اختي هذيك الجلابه جاتني، المهم الناس اذواق كل واحد وذوقه وسنحترم الاذواق. المهم خط هي هذيك الجلابه سمسمه، سماسم سكينه اللي كانت على حساب المفاجاه خرجت خاليه الوفاض. المهم هي خرجوا قدام الباب نتاع المحل وهي تقول لها شوفي انا بغيت نشري لك الجلابه، ولكن راه حتى الجلابه ما جات قدك في هذا المحل، وانا راه خط على قدي، ما قديتش ناخذ جلابه نتاع 500 درهم، خط تاع 300 درهم كيما خط انا، وزعما السعر اللي كنت غادي ناخذ لك به 300 درهم هاكيها. وهي طير عليها سماسم على راسها وبست لها راسها وقالت لها شكرا اختي، دائما تتعاونيني ودائما واقفه معايا، وانت الروح ديالي الثانيه، وشكرا لك الحبيبه ديالي، راكي تتعاونيني وتتوقفي معايا. قالت لها ويلي راه زعما انت اختي. المهم اخوتي، شويه نقلت لينا سماسم المحل نتاع الصنيدرات والسويكات، وقالت ليكم راني غادي نلبس سويكات على دوك اختي الاخرى، سويك صراحة ما بيش زوين، وكذلك البليغه اللي اختارت زوينه مع الجليبه، ولكن قالت ليكم انها ماشي نفس اللون وغايجيب لها نفس اللون. المهم سماسم طقم علينا في العيد. بالصحه والراحه. المهم من هذا الشيء كل شيء يا سيمسيمه، نتوما غادي نديروا واحد الاشغال لهذاك المحل،
نتاع الجلالم بطبيعة الحال في العيد والعواشر راه حنا تنعرفو تيتمشاو الجلال تبارك الله ولباسنا التقليدي الانيق الغزال المغربي اللي معروفين به حنا كمغاربه ما شاء الله حول العالم. الجليبه الراقيه والمراه المغربيه المتيحفه ما شاء الله باللباس التقليدي المغربي الاصيل، ومن ضمنه الجليبه اللي تناخدوها في المناسبات وفي الاعياد. المهم مشيتو درتو اشهار لهذاك المحل وخطي اختك معاك وعطيتيها من فلوس هذاك الاشهار، حيت بطبيعه الحال بانت معاك في الاشهار وحتى هي قيسات الجلالب معاك، وانت عطيتيها 300 درهم وما عرفتش انت شحال خطي في هذاك الاشهار. ومن الاول وانت ركبتي في التاكسي وتتقولي زعما راني ما عارفاش المحل، وانت راكي اصلا غاده على قبل اشهار المحل وداية معاك اختك حتى لا قداتها شي جلابه زعما راه تاخدها ولا. المهم واش انا بغيت غنعرف واش كاين غا محل واحد تاع الجلالب؟ اختك ما لقاتش جلابه قدها في هذاك المحل، خذي ليها من محل اخر شي جلابه. ياك انت بتفرحي اختك وبتشري ليها جلابه، ايوا مادام خارجه بغيت تاخذي لاختك جلابه ما تعطيهاش الفلوس، تقدر مسكينه هي غتصرفهم على وليداتها. فهمتيني؟ ورمضان هذا تيحتاج تبارك الله المصروف، ايوا مسكينه تضيع عليك 300 درهم، اللهم كان عليك تشري ليها جلابه. المحل الاول اللي مشيتي تاخدي ليها فيه جلابه وما قدتها حتى شي جلابه وخرجت خاليه الوفاض من هذاك المحل، خذي ليها جلابه من اي محل اخر. علاه الحبيبه ديالك وكنتي مشيتي تشري لاختك جلابه؟ علاه غادي تمشي غير لمحل واحد؟ راه غتمشي لعده محلات حتى تلقى الجلابه اللي بغات. يا كنتي غادي ديري ليها هاد الجلابه كادو في العيد، ايوا راه غتبقاي تقلبي على جلابه كادو لاختك حتى تلقايها. ولكن نتوما غاديين ديروا الاشهار لمولات المحل تاع الجلالب، وخطي هذيك 300 درهم وعطيتيها لاختك من فلوس الاشهار اللي مشيتو درتو، ومن تما خرجتو ومشيتو للمحل تاع سنيدرات وكذلك تقديتي حيت يلاه دايره واحد الاشهار لجليل البيت، وجيتي فطرتي في داركم بالصحه والسلامه. ولكن علاش هاد الفيلم كله؟ راه جيت ناخد لختي جلابه، قولي جيت ندير اشهار لهذا المحل ما فيه حتى شي مشكل، حيت تنعرفوا صحاب القنوات انهم تيديروا الاشهارات لاي منتج نتاع اي واحد بغى يوري داك المنتج في القناه بطبيعه الحال اللي عندها متتبعين وعندها مشاهده. وعادي الحبيبه ديالي حنا غادي نتقبلوا هذا الامر هذا، وغادي نقولوا لك تخدمي على وليداتك الله يسخر لك الحبيبه ديالي، حتى شي واحد ما تيكره يزيد في الخير، فهمتيني؟ يعني زيادة الخير خيرين. ولكن هذا الفيلم اللي بطبيعة الحال ما يفوتش علينا احنا تبارك الله المغاربة تبارك الله، لين نعسفوا على الزبيبة وندوقوا حلاوتها. اوي لحي، وانا اللي بغيت نمشي نشري اختي جلابة، راه كوكوت المحلات كاملين حتى نلقى جلابة لاختي اللي تقدها وتواتيها، باش تعرفوا ان اختك ما عينها في جلابة ولا بغات جلابة ولا بغيتي تشري ليها جلابة. امشي تعطيها من فلوس الاشهار اللي وقفات معاك فيه، حيت هي الطريق اللي دزتي باش ديري هذاك الاشهار، حيت انتي بغيتي ديري الاشهار وجبتي زعما اختك على اطار راكي بغيتي تشري ليها جلابه ب 300 درهم. انا راه بغيت نشري على قدي، وتبارك الله انت راه تقدري تشري جلابه تاع 2000 درهم تاع 3000 درهم، راه تبارك الله على قدك. الا جينا نقولوا نهضروا على قدك راه تبارك الله قدك ما شاء الله، الله يزيدك ويبارك يا ربي. ولكن احنا دائما نقصوا من الحاجه على حساب الموتى المتبعين والمحسنين. اختك تبارك الله حتى هي ما شاء الله عليها عندها واحد القناه، عندها واحد المدخول، عندها ما شاء الله ما تتعاوني اختي، المعاونه زينه. وهكا تكون الخاوه، واش يعجبني الوالدين اللي تيربيو وليداتهم على الخاوه الحنينه، واللي ما عندوش يعطي اللي ما عنده، عفوا يعطي اللي ما عندوش ويتعاونوا، ودائما خويا ولا اختي ما يطيحش عليهم الضيم، وانا عندي ومن قليل نعطي لخويا ولا اختي نقسم معاه، والخاوه حدها الدنيا. تتعجبني بحال التربيه، وتحيه الام ديالكم اللي رباتكم على المحنه ورباتكم على الخاوه الحنينه. وانا تنعطي اي تحيه للموات والباوات اللي تيربيو وليداتهم على التلاحم العائلي، وهكا تنبغيو الاسر ديالنا تكون، وهذا النموذج اللي نتوما تتوريو نتاع الخاوه الحنينه ومضامنين مع بعضياتكم، انا تيعجبني فيكم هذا الامر، تيعجبني فيكم، وتنبغي بحال هذه الاسره تكون عندنا
واحد العدوة نتاع الخاوة الحنينة في الأسرة، ونتاع الخاوة اللي ملاحمة مع بعضياتهم في السراء وفي الضراء ويدافعوا على بعضياتهم. تتعجبني هذه القضية فيكم وتبارك الله عليكم وما ضريناكم، ولكن أختي ديري إشهار وتورينا حنا على إذا راكي بغيتي تشري لأختك جلابة، إيوا عطيها من فلوس الإشهار بالصحة والراحة. إيوا تانتي أختي راه ماشي مشكل، راكي جيتي غا قيستي جلابة صفراء وجلابة بيضاء وفيها الكري، لا الكري والاحمر، المهم وشديتي 300 درهم. ايوا الخير خيرنا ما يدي خيرنا، تبارك الله سمسمه راه مهليه فيك سمسمه، 300 درهم على جوج جلال قيستيهم، راه الخير والبركه هادي. حقاني عليك سمسمه، ما عرفتيش المحل فين كاين. ايوا نتوما واقفين تتهضروا عنصر المفاجاه حدا المحل تاع الجلالب. ايوا بالصحه والراحه الجلابه، وهذه المره شاوريني على الجلابه اللي بغيت تاخدي نعطيك الذوق من داك الشيء. قالت لكم سمسمه انا واخا كيك راه ما تنعرفش نلبس، تلبس بالذوق اختي تبارك الله تتعرف تلبس. تقول لها اختي لا لا انت تبارك الله تتعرفي تلبسي، وسوليني انا على الجلالب وتشوفي تبارك الله اش من جلالب، نوريك الاشكال والانواع تبارك الله، تبقى يا حله فمك سمسمه. ايوا بالصحه والراحه اختي، شوفي سماسم حنا راه تنتسناوك اختي هذيك 300 درهم تمشي تورينا شريتيها جلابه.